جل جلاله في كتابه الكريم ياسين أن ما أعده له في الآخرة خير له مما أعطاه في دنياه. إذا كنا حقا الأوقاف الله يجزيهم الخير تكرموا وتفكروا واجتمعوا مع المترجمين، طبعا اتحاد الصوم في قطاع غزة فلسطين، ورتبوا مع لجنة المترجمين في غزة، وتم اختيار يعني 5 مساجد رئيسية في غزة لترجم خطبة الجمعة أسبوعيا. بفضل الله سبحانه وتعالى نجح هذه الفكرة، وكان حضور كبير للصوم. والمرحلة الثانية من الأوقاف الله بعد سنة تقريبا، بعد طلب من الصم أن يكون مساجد أخرى، تم إضافة 5 مساجد أخرى، فأصبحت 10 مساجد في رفح غزة، في قطاع غزة كامل، في رفح 2، في خمس 2، في الوسطى 2، في غزة 2، وفي الشمال 2. طبعا أنا بتواجد مع الأشخاص الصم ذوي الإعاقة السمعية في خطبة يوم الجمعة حتى يتم طبعا دمجهم بشكل أكبر داخل المجتمع، ويكونوا طبعا بسعرهم بسعر الأشخاص البدون إعاقة، حتى يكونوا فاهمين طبعا إيش هي اللي بيتم تحدث الناس به في خطبة يوم الجمعة. طبعا إحنا تم فرزنا من خلال وزارة الأوقاف لعدة مساجد، وبحمد الله ماضيين في الأمر، وإن شاء الله بنرقى لأكثر إنه نساعد طبعا أحبائنا وأصدقائنا الصم في دمجهم داخل المجتمع. الصم بيكونوا جدا متحمسين وجدا بيكونوا سعيدين لما يلاقوا حالهم أسوة بزملائهم البدون إعاقة، إنه بيتم دمجهم وبيكونوا فاهمين شو اللي بيصير داخل خطبة الجمعة. هذا شيء طبعا بيسعدهم وشيء كثير جيد لهم. يعني قال سبحانه لعبرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يقصد ربك